شوف اذا تردين الشعر يصير مي قبل لا تقصين شعرك، قبل لا تقصين شعرك اذا تردين الشعر يكون مي، يكون حرير، يكون ما مشابك، يكون بكثافه، يكون بنعومه، يكون شعر كله صحي، لان هو اغلبهم من النميش ومن التسريح من الصبغ الشعر ينشف يخشب ما يتمشط، شعرها تزميها تكسر، كل حيويه ما بيها باهته تعبانه. قبل لا تقصين شعرك اخذي هاي المجموعه وربي خليها من اي مكان تردين، لانه راح تعطيش نعومه، تعطيش فد تغذيه، فد كثافه. شوف هذا شامبو البزدين هو للشعر المجعد والمنفوش، ينطيش ترطيب وينطيش تصفيف للشعر، تستعمله يوميا مره. اما هذا تخلينا على شعر رطب اللي هو المعالج البارد ربع ساعه وتغسليه كل اسبوع مره او مرتين. هذا من تردين تمشطين تخليه كميه من عده، هو معطر، هو معالج، هو مصفف. مجموعه بالاحلام. سعرها 3 55 ألف. طبعا توصيل بغداد 4 محافظات 5، بس مو لا تاخذوه من عده، خذوه من اي مكان تثقون به. وعنواني بغداد الحريه الثانيه بعد العياده الشعبيه فرع باتجاه السوق الثاني مقابل معرض السجاد. حجز السعر وسائل الانستغرام موجودات بالشاشه.